وأموال دافعي الضرائب، ولذلك لا ينبغي استخدام هذه الأموال في شراء منتجات أجنبية ما دام فيها بديل مصري. وبمناسبة القرارات الاقتصادية الهامة اللي فيها نوع من أنواع الجرأة إذا صح التعبير يا أحمد، دوما محتاجين إحنا الجرأة في اتخاذ القرار الحقيقة في الفترة اللي جاية أكيد، مش بس يعني على الصعيد الاقتصادي لكن في كل الأصعدة. لو بنتكلم عن الصعيد الاقتصادي تحديدا، كنا دايما تقريبا في عهد مبارك كان هو ده الشغل الشاغل للاقتصاديين، ازاي بتعلن معدلات نمو المواطن البسيط مش بيحس بيها، يعني ملهاش مردود على حياته في ظل غلاء الاسعار في ظل الدخل المحدود. الحقيقه ان وزير التخطيط والتعاون الدولي اشرف العربي كان ليه تصريحات بهذا الشان، قال فيها ان خطه التنميه الاقتصاديه من المفترض ونتمنى ده طبعا ان هيكون ليها مردود هيشعر به المواطن خلال تنمية تحديدا المناطق الفقيرة والقرى والصعيد، وقال ان معدل النمو الاقتصادي هيرتفع من 3 إلى 3.5% بإطار توقع كمان قدوم استثمارات أجنبية. يعني طبعا نسب كويسة عالميا. المهم جدا برضو اللي أعلنه الوزير ان الخطة اللي جاية هتتضمن مشروعات بحوالي 4 مليارات جنيه. طبعا هذه المشروعات بالطبع ستفتح أبواب عمل وأبواب إنتاج أيضا للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيات الصغر كذلك. مشكلة ترشيد الطاقة طبعا من المشاكل اللي كلنا حسينا بيها في الفترة الأخيرة، والحديث عن بدائل ليها أصبح مش أمر تقليدي أو أمر مهتمية تعرف بدائل الطاقة اللي عند الحكومة تقدمه عشان تقدم خطط فعالة لترشيد الطاقة. أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية طالب بضرورة أن يكون هناك قانون تشريع لترشيد الطاقة وكمان إنشاء صندوق لدعمه، وأنه في دول عربية قامت بده بالفعل زي الأردن وزي تونس وزي المغرب. كمان طالب بأن يكون في إعفاءات جمركية على مستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة. من الوسائل اللي هي اقترحت إيمان وأشار الوكيل أنه ما عندوش مانع من تطبيقها، مسألة إعادة تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية. يعني ما فيش مانع المحلات اللي هي عايزة تغلق، احنا شايفين على الشاشة دلوقتي خلايا الطاقة الشمسية، طبعا دي من الحاجات اللي هي البديل المطروح للطاقة في مصر، لكن للأسف مع طبعا ارتفاع تكاليفها وعدم إنتاجها في مصر فما زال الكثيرون طبعا يمكن الغالبية العظمى من أبناء الشعب المصري يترددون في تنفيذها لأنها مردودها بيتم على سنوات كثيرة. لكن بنرجع للموضوع الغلق والفتح للمحلات التجارية، ما فيش مانع أنه أي محل تجاري أو متجر يحاول أنه هو يعدل مواعيد الفتح، يفتح بدري ويقفل بدري بحيث أنه هو يوفر الطاقة واستخدام الكهرباء، بما في ذلك طبعا المطاعم والمقاهي، وإحنا شايفين صورة من صور المقاهي المصرية اللي بتسهر لغاية بالظبط الثالثة، دي صورة فضح النهار لغاية الفجر الحقيقة كمان بتسهر لغاية الفجر من المقاهي، في ناس كتير قوي من المصريين تقريبا 24 ساعة ما هي في ناس من المصريين حتى من المثقفين بيعتبروا ان السهر لغاية الفجر ده من معالم الثقافة المصرية، وانه اي حد يحاول ان هو يقفل لا ده تبقى حاجة مش كويسة بالذات في شهر رمضان. طيب هنشوف في الفترة اللي جاية اتجاه الرأي العام هيمشي فين. وإذا كانت سلوكياتنا يمكن ساهمت بشكل أو بآخر في اللي احنا وصلنا له دلوقتي في مسألة ترشيد الطاقة، كمان سلوكياتنا ساهمت بشكل كبير في تلوث البيئة. للأسف وزارة البيئة بتحاول من جانبها أنها تقوم بدورها في التوعية والتعريف بمشاكل البيئة وإزاي القضاء عليها، بس المشكلة أكيد معقدة جدا. عندنا تقرير بيسلط الضوء على هذا الموضوع من خلال المؤتمر اللي عقد، وأشار فيه الحاضرون إلى موضوع فصل المخلفات من المنبع.
يعني كل بيت ممكن يفصل المخلفات، بقايا الأطعمة لوحدها، البلاستيك لوحده، الزجاج لوحده، الأخشاب لوحدها، الورق لوحده، بحيث أنه يسهل على الشركات اللي بتقوم بإعادة التصنيع بعد ذلك أن تقوم بأخذ هذه المواد وإعادة تصنيعها في المصانع إعادة تصنيع أو إعادة تدوير المخلفات. بنتابع التقرير اللي بيتكلم عن المؤتمر. جاء المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الدولة لشؤون البيئة لاستعراض أهم القضايا البيئية لينهي حالة الجدل حول موقف الوزارة من استخدام الفحم كوقود مع تصاعد أزمة نقص الطاقة في مصر. احنا جزء من الحكومة، وطالما ان القرار طلع بالأغلبية فبالتأكيد وزارة البيئة ما عليهاش اي اعتراض على القرار، ولكن احنا بنشوف آليات تطبيقه بما يعني يحافظ على البيئة في بشكل عام في مصر. في إطار وضع استراتيجية الطاقة المستقبلية، ترى وزارة البيئة أنه يجب الالتزام بما جاء في الدستور، حيث تمتلك مصر موارد للطاقة المتجددة تفتح آفاقا واعدة للتوسع والاستثمار. وبالتالي احنا بنشجع جدا الاستخدامات للطاقة الشمسية. على سبيل المثال عندنا احد المشروعات اللي هي في القرى الاكثر فقرا، عندنا بنحاول ان احنا ندعم القرى ده هي بسخانات شمسيه ونحسن البيئه الشمسيه. مبادرة فصل المخلفات من المنبع هي استراتيجية طويلة الأمد تعتمدها وزارة البيئة كما أكد القائمون على المؤتمر. فصل المخلفات إلى نوعين، المخلفات الصلبة اللي يمكن عليه قدرها الاستفادة منها وتعظيم الاستفادة من التدوير، والمخلفات العضوية برضو اللي ممكن الاستفادة منها في إنتاج سماد عضوي. المؤتمر أيضا تطرق إلى تطوير المحميات الطبيعية وأزمة التلوث الصناعي، إضافة إلى التجهيزات الخاصة بيوم البيئة العالمي في شهر يونيو المقبل. يقاس تقدم الأمم بمدى وعيها بقضايا البيئة، ومع تزايد الجدل حول استخدام الفحم فإن توجه الدولة نحو استخدام الطاقة المتجددة هو السبيل لتحقيق التنمية المستدامة. من بيت القاهرة بالفسطاط، آلاء حامد، النيل. فيروس كورونا اللي تسبب في حالة من الذعر والتساؤلات، الوضع مسيطر عليه زي ما بتقول التصريحات الرسمية في مصر، والحمد لله لغاية دلوقتي الحالة المؤكدة اللي كانت لشاب قادم من المملكة العربية السعودية الحمد لله في طريقها للشفاء وتم علاج الحالة. ده كان شاب بيعمل يعني في المملكة العربية السعودية وكان في زيارة لواحد من أقاربه اللي كان مصاب بالفيروس واللي توفي. طبعا الفيروس يكون خطير جدا على ما فوق الستين والحوامل، عشان كده أحمد كان في تحذير صريح من وزارة الصحة للي هيروحوا عمرة أو حج السنة دي أنه يتم تأجيل القرار. هو الحقيقة المهم زي ما بتقول وزارة الصحة والأطباء أنه ينبغي اتخاذ كافة الاحتياطات وعدم الاختلاط بالمرضى، عدم الاستخدام الاشتراك في استخدام الحاجات الشخصية، الأدوات الشخصية والمناشف وكل الحاجات بتاعت الأكل والشرب الشخصية. يجب أن يستخدم كل إنسان أو كل مواطن حاجته الشخصية ولا يختلط بالآخرين، لأنه بينقل طبعا كل الأمراض، مش الكورونا فقط لكن في أمراض كثيرة. الاستعداد لمهرجان الغردقة الدولي اللي بيقام في 30 مايو ولمدة 5 أيام بدأت من دلوقتي. طبعا الفرصة لهذه المهرجانات دايما بتكون إعادة التأكيد وإعادة إرسال رسالة واضحة للعالم أن مصر بخير وبأمان، وخصوصا مناطقها السياحية في جنوب سيناء رغم ما يشهده شمال سيناء من عمليات إرهابية وملاحقة من القوات المسلحة. الغردقة طبعا شرم الشيخ احنا عارفين بتمتاز برياضة الغطس، يا ريت كل المصريين يحاولوا انهم يتعلموها، وانا شخصيا بحاول ان انا اتعلمها، انه يعني لانه تنشيط السياحة زي ما بيقولوا بيبدا بالمصريين، لازم السائح المصري في الاول يذهب للمقاصد السياحية المصرية علشان الاجانب ايضا ياتوا للمناطق السياحية ويعرفوا ان هي آمنة، لانه الكلام فقط ليس كافيا. اكيد مش كفاية المهرجان ده كمان فرصة كبيرة لده، لان مشارك فيه 3000 غاطس من مختلف الجنسيات وكلهم يعني عايزين اكبر غطسة
يدخلوا بيها موسوعة جينيس، وطبعا يعني ده شيء مهم جدا للسياحة، ونتمنى انه يتم المهرجان بخير ويكون صورة مشرفة جديدة لمصر. في حاجة سياحة متهيألي عندنا دلوقتي في خبر عندك عن بالظبط ده يعني. على صعيد العلاقات العربية ما بين مصر والإمارات تحديدا، وزير السياحة في إطار اهتمامه بهذا الأمر مش بس عالميا لكن كمان عربيا، قال إن زيارته الأخيرة لدبي جاءت للمشاركة في فعاليات الملتقى العربي للسياحة وتم خلاله إطلاق حملة هادفة لتعزيز السياحة العربية الوفيدة اللي افتقدناها كثيرا الحقيقة، وكان الحملة عنوانها معبر جدا، كان عنوانها يا أحمد وحشتونا. السياحة العربية يمكن عشان الأحداث وعشان ظهور منافسين جديد جدد لينا في العالم العربي خلى السياحة العربية الوفيدة تتأخر رغم أن هي كان ليها مكانة كبيرة جدا. طبعا ده في إطار الدعم العربي المستمر الحقيقة على مدى السنوات السابقة. من ضمن الشعارات إيمان، أنت عجبتك الشعار السابق، في كمان بعد وحشتونا في عنوان بيقول صيف العرب في مصر، طبعا من عناوين الحملات اللي جاية. وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور أيمن فريد أبو حديد كان كمان ليه تصريحات مهمة حول ضرورة عودة حديقة الأورمان إلى تراثها التاريخي اللي أكيد افتقدت الكثير منه مع الإهمال ومع السلوكيات الشاذة اللي بتأثر على النوعية دي من المناطق. حديقة الأورمان كان ليها جاذبيتها اللي بتجذب السياح وكمان المصريين. فيها أشجار يعني عمرها مئات السنين وأشجار طبعا متنوعة غير موجودة في أي مكان في مصر، لأنه زمان طبعا قبل يوليو كده كانوا بيستوردوا بعض الأشجار والزهور من المناطق المختلفة. في أشجار الحقيقة حتى في الأورمان وفي غير الأورمان، يمكن في حديقة الصداقة المصرية الصينية في مدينة السادات في أشجار صينية وأفريقية وكده، يعني الحقيقة قمة في الجمال والبهاء. يعني حديقة الأورمان لازم وزارة الزراعة والقائمين على الموضوع ان هم يبذلوا جهود كبيرة. هو الوزير الحقيقة بيقول انه يعاد تطوير شبكات الري وكل التفاصيل في حديقة الأورمان. يا ريت طبعا المرحلة الأولى بدأت بالفعل بالتعاون مع محافظة الجيزة عشان أعمال تطوير المرحلة الأولى اللي فيها المبنى الإداري وشبكات الري زي ما قلت يا أحمد، وتم الانتهاء من 16 ألف متر منها من إجمالي 18 ألف متر، يعني نسبة كويسة. انتظارا طبعا لافتتاح حديقة الأورمان بشكلها الجديد، واحدة طبعا من الأمور اللي هتعيد البهجة لينا احنا كمان كمصريين. وعشان كده هم كانوا بيقام فيها دايما مهرجان زهور الربيع في كل عام، لكن للأسف طبعا بعد الأحداث الأخيرة يعني الأحوال الحديقة كانت أصيبت بأضرار كبيرة فلم يقام فيها المهرجان. إن شاء الله نتمنى دي بعض الزهور يعني اللي موجودة، يمكن ده ورد بلدي لكن في زهور كتيرة وأشجار كتيرة أسيوية ومن مناطق مختلفة من العالم موجودة في الحديقة. مصر مش بس يعني تراث وسياحة وتاريخ، لكن مصر كمان ليها قوتها الناعمة الممثلة في فنانينها اللي قدروا ان هم يكونوا خير سفراء لمصر في العالم كله في العالم العربي. اسكندرية الحقيقة بتنظم احتفالية النهاردة فنية حول موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، عروس البحر المتوسط اسكندرية وموسيقار الأجيال زي ما قلت إيمان. يعني هذه الاحتفالية بيتم فيها عزف وإحياء الكثير من التوزيعات، يعني الألحان لمحمد عبد الوهاب بتوزيع ربما مختلف أو بالتوزيع الأصلي اللي وضعه محمد عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب يمكن كتير جدا من الشباب أو الصغار السن ما شافهوش، ياريت دي تكون فرصة إنه يحضروا كتير من أبناء مش إسكندرية فقط لكن من أبناء مصر كلها للتعرف على هذه الألحان العذبة الجميلة.